صباح الخير والسعادة والأمل والنجاح على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل مشاهدي برنامج بيت أميرة. صباح الخير عليكم على أحلى مشاهدين في الدنيا. النهاردة حلقة جديدة وزي ما عودناكم من بيت أميرة بتبقى حلقات قوية جدا، ومعانا النهاردة اللي مشرفاني ومنوراني ميك اب ارتست ليلى مصطفى. عرفينا بنفسك يا أستاذة ليلى، وعرفينا إزاي دخلت المجال وكده. اهلا بيكي، عامله ايه الاول؟ الحمد لله والله، منورانا هنا النهارده. ده نورك والله. انا اسمي ليلى مصطفى، تمام، ميك اب ارتست. المجال بالنسبه لي هوايه، يعني ما خدتيش كورسات ولا كده؟ لا لا لا، ما خدتش كورسات ولا حاجه. هي بالنسبه لي ان هي كانت هوايه عندي من تقريبا وانا صغيره. يعني كنت بحب العب بالميك اب زي اي طفله. اصلا عسوله وما شاء الله جميله، حتى الميك اب بتاعك هادي وجميل يعني. تسلمي، ربنا يخليك. ربنا يخليك. فيعني تقريبا ممكن اقول لك كنت من ثالثه ابتدائي. يعني ممكن حد يديني صباع روج او حاجه، ممكن احطه، ممكن يعني مش هطلع خط فوق ولا تحت. لا تمام، فانا مظبوط. انا بحب الميك اب. بعدين بقى الموضوع بقى جه ان هو كان فرح بنت عمي، تمام، عملت لها ميك اب عندي في البيت عادي. فلقيت الناس بيقولي وعايزه ايه، عايزين نعمل وكده وما اعرفش ايه. فانا بحب بس ان انا يعني ايه اشوف العروسه تكون قدامي حلوه بس. يعني لما بشوف في ناس بحس ان مطلعين بحس ان هي شكلها غريب. فبيهمني بكون مبسوطه قوي لما اشوفها ان هي راضيه عن نفسها، دي اهم حاجه. بس عايزين برضو صفحة البيدج بتاعك تقوليه لمتابعينك. تمام، هي ليلى مصطفى ميك اب ارتست. تمام. طب عايز اعرف ايه انواع الميك اب اللي انت بتحبي ان انت تستخدميها، يعني ايه انواعها، او الفاونديشن، الحاجات الاساسيه اللي هي لبشرتك. لا، هو في فرق ما بين لو هتكلم لبشرتي انا او للعرايس، يعني في فرق بين هنا وبين هنا، لان اللي بتحط البشره العاديه غير طبعا شغل العرايس وكده، لان التاني بيبقى فول كفر وبيكون تقيل، تمام، وممكن لو استخدمتيه كاستخدام عادي بيطلع حبوب. تمام. يعني ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها قبل الميك اب خالص؟ اول حاجه تنظيف البشره، دي حاجه كويسه قوي، تمام. بس في حاجه اسمها تنظيف بشره عميق، ده لازم بتستخدميه يعني قبلها، يعني بتعملي قبلها اسبوعين على الاقل، اسبوعين. ليه؟ عشان لو عملتيه قبل للعرايس. ايوه، لو عملتيه قبلها، يعني دي حاجه انا برضو اكتشفتها. لو العروسه مثلا عملته قبلها باسبوع او حاجه بسيطه كده، المسام بتاعت وشها ما بتلحقش تقفل. تمام. فبالتالي لما بتحطي، عشان كده بيقول لك الميك اب ساح. لا، هو ما ساحش، هو المسام هي اللي ايه فتحت، ويعني الفاونديشن دخل جوه بقى. فاهماني؟ طب ازاي استخدم بودره كويسه؟ يعني اهم حاجه البودرير او كده، استخدم بودره ايه، نوع ايه بالظبط؟ احنا مش بنعمل دعايه ولا كده بس يعني نعرف البنات برضك، لان طب انا عايزه اعرف الكويس من الوحش. تمام، ماشي. ما انا بقول لك، انا الفكره ان انا بتكلم دلوقتي في مجال العرايس بس، فاهماني؟ تمام. فانا لو هتكلم دي حاجه بتختلف خالص، يعني ايه، لو البنات في حاجات عاديه يعني ممكن بتاعت اماندا حلوه، تمام، في تاني بتاعت سابيل حلوه، في حاجات، بس الحاجات اللي هي لو انا هتكلم يعني المنتجات السعر بتاعها قليل، تمام. لكن لما واحده مثلا هتروح تجيب مثلا اللي هي هدى بيوتي او دي، هتبقى مكلفه عليهم. يعني بتبقى ممكن رخيصه، ويعني وبرده بتديك الجوده بتاع. تمام، يبقى الكوبي بقى الغالي. يبقى ناخد مثلا الكوبي مثلا بتاعت هدى بيوتي حلوه برده، تمام، فور ايفر 52 حلو قوي. طب ازاي اثبت لون احمر الشفايف؟ يعني الكوبي بيبقى ثابت، ممكن احط عليه ايه يعني؟ ممكن بقى تجيبي، في فكره كده انك تجيبي زي منديل، تمام، تمام، وتحطيه على بقك كده مع الرج، وتحطي عليه بودر، لوز بودر كده، هتلاقيه ثبت معاكوا حاجه كويسه. فكره، تمام. طب ازاي استخدم الالوانات الخمسه اللي هي في علبه الظلال دي؟ يعني عارفاها؟ اكيد عارفاها. تمام، ماشي. تمام؟ اول حاجه ازاي استخدمها، او الدرجات ازاي اعرف ان لايقه على بشرتي؟ دي بقى حسب الميك اب ارتست نفسها وهي بتعمل الشغل، البنت اللي شايفاها قدامها. يعني هي بتبقى شايفه احنا كده. عايزين الصور يا جماعه بتاع البنات اللي حضرتك عامله لهم الميك اب، عايزين الصور بتاعتهم.
تمام اتفضلي. ماشي، بقول لك حسب كل واحده وشكلها، يعني سبحان الله ممكن يكون يعني ربنا مديني ميزه في ان انا لما بشوف مثلا ما اشوف حضرتك كده او اشوف اي واحده ببقى عارفه هي عايزه ايه او الميك اب بتاعها ازاي. لا الصور جميله وتحفه بجد، انت عامله لهم اصلا تحس ان البشره زاهيه كده ومنوره يعني. أيوة. جميله جدا جدا. دي كانت خطوبه. تمام. ده فرح اكيد. بس حسب بقى كل واحده وحسب اللوك اللي هي عايزاه. يعني في ساعات البنات بتفضل حاجه سيمبل. دلوقتي فعلا كل البنات حاسه ان هي عايزه أيوة حاجه بسيطه. عايزه حاجه سيمبل. ايوه ممكن بقى في الفرح بختلف شويه، ساعات بنات بتطلب مثلا تقول لك انا عايزه روج احمر. اقدر ان احط الروج الاحمر عادي، بس تحكمني تكون لازم شفايف البنت تكون ايه صغيره، لو كبيره ما اقدرش احط احمر لان الاحمر بيكبر. تمام. كل ما الوانات غامقه ممكن الوانات غامقه صح. ايوه هي بتحكمني في البنت في ملامحها. الملامح على فكره بتفرق كتير، ممكن حد مثلا يشوف شغل يقول لا دي وحشه وما اعرفش ايه، لا انت ما شفتهاش قبل. انت فاهماني؟ فاهمك. فالملامح بتفرق بسرعه. جميل جدا. كان في فيديو برضو انا كنت بعتاه اللي هو بتاع كان بنت هو لا يعني مش الاثنين دول، اللي هي بنت تانية خالص غير دي خالص. هنشوف برضو. بس بجد جمال بتختاري برضو الحلق والتاج. ايوه ممكن. بصي البنت اللي بتيجي البنت اللي يعني اللي بتيجي في بنات انا ما باخدهمش كعرايس ليا. انا باخدهم كاخوات. ده يوم فرحها لازم تكون ملكه. لازم تكون مبسوطه وفرحانه بنفسها. انا بكون مبسوطه اصلا لما تقولي بس في الاخر مثلا تسلم ايدي، انا بكون مبسوطه ان انا مفرحاها ان ده اليوم مش هيتكرر تاني. فعلا صح. فاهماني؟ فعلا صح. جمال جدا. وبجد حلقه جميله واسعدتيني ونورتيني. تسلمي تسلمي. حابه تقولي ايه بقى في اخر الحلقه كده في اخر فقره؟ يعني ربنا يفرح الجميع، ربنا يفرح البلد يا رب. اللهم امين يا رب. ويسعدك يا رب ان شاء الله. تسلمي ربنا يخليك. نورتيني واسعدتيني والله. ان شاء الله نتكرر بقى مره جايه ان شاء الله, الله. وتكون حلقات متواصله باذن الله. استاذه ليلى مصطفى ميك اب ارتست، وعرفنا دلوقتي الصفحه بتاعتها. اي حد محتاج يعني اي تفصيل عن الميك اب هي تمام، مفيش اي مشكله. ادخلوا على الصفحه وانتوا تأمرونا طبعا ان شاء الله باذن الله. استنونا في الفقره الثانيه من بيت اميره. فاصل ونواصل. ورجعنا تاني في بيت اميره ومعانا النهارده ميك اب ارتست كمان، بس ان شاء الله برضك من المتميزين في مجالهم. معانا هبه اشرف. ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ منوراني هنا النهارده. ده نورك حبيبه قلبي. عايزين بقى تعرفينا على نفسك برضك الاول، وتعرفي الجمهور بالصفحه بتاعتك. انا هبه اشرف ميك اب ارتست وفاتحه بيوتي سنتر. البيج بتاعتي بيوتي سنتر هبه جمعه. بس تمام. الصفحه بتاعتك بيوتي سنتر هبه كمعه. تمام. ازاي اعرف بقى اللي هي الميك اب الاصليه من مش من الاصليه؟ ده سؤال لازم الكل يعرفه. بصراحه انا بتعامل مع ناس انا واثقه فيهم، لان طبعا تمام. جربتهم قبل كده، جربت الماتيريال الكوبي وجربت الماتيريال الهاي اند. فلما بتجربي ده وبتجربي ده بتبقي عارفه، وفي ناس بتبقى طبعا موثوق فيها. ولما اخدت الكورس الناس بتاع الكورس بتعرفنا طبعا ايه الاماكن المضمونه. يعني انت موهبه ولا اخدت كورسات مع الموهبه؟ هي بصراحه في الاول كانت موهبه، لان انا كنت بحب مجال الرسم جدا، بحب الالوان، بحب ارسم. كنت بحب دمج الالوان. فبصراحه كنت حابه المجال ودخلت فيه بقى عن تجربه. مكيشت واحده صاحبتي كانت خطوبه. وبدات بقى من هنا كله بقى. اخدت الكورس بعدها، وبعد كده بقى فتحت بقى بيوتي سنتر. تمام. رايك ان فن التجميل ده لازم يكون موهبه ولا عادي ممكن حد ياخد كورس وبقى؟ هو بالنسبه لي انا موهبه، لان انا كان معايا ناس كتير في الكورس بصراحه اتظلموا جامد، اللي هم ما كانش عندهم موهبه. هم اتظلموا جامد في ان هم بياخدوا الكورس بيعرفوا مثلا الماتيريال، بيعرفوا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها بس مش اكتر. بس كفن واتقان ان هي ترسم وتبدع مش بتعرف طبعا خالص، بتبقى مش زي الموهوبه. صح. تمام.
احنا برضو عندنا فيديو ليكي نعرضه حالا. تمام. طب ازاي ان انا يعني اي واحده تستخدم استخدام البودره المضغوطه، ازاي استخدمها كويس؟ البودره المضغوطه طبعا في عندي بودره كومباكت باودر وفي بودره عاديه. الكومباكت باودر البودره اللي انا بثبت بيها، والبودره العاديه اللي هي لو انا عندي تثبيت تحت العين او النوز او تحت الشفايف وكده دي بثبت بيها. هو الفرق بينهم مش كتير، بس انا بالنسبه لي بستخدم الكومباكت باودر. تمام. عندنا الفيديو برضك. الصالون بتاعك بيعمل حاجات تانية، عرفينا برضك عليها. انا شغاله ميك اب، دي كانت موديل عندي. طبعا يعني هي بصراحه كانت اموره، فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا ابرز الجمال بتاعها. ما حاولتش ان انا احط ميك اب كتير وفي نفس الوقت ابين جمالها. دي برضو كانت عروسه عندي حنة. دي صبغه، دي كان بيبي ليز بالكولاجين، ودي كانت خطوبه. طبعا تنظيف البشره. لازم تعرفينا تنظيف البشره برضك. كل العرايس لازم تعملها. لو البشره عندي محتاجه ان انا اعمل لها بعمل لها، لو مش محتاجه خلاص بمسك وخلاص وبظبط الدنيا. لكن التنظيف طبعا بياخد وقت وله مراحل كتير، وكل بشره لها تنظيف معين، مش كل البشرات طبعا. يعني انا مش كل البشرات اقدر اضغط عليها. لو البشره حساسه هل فعلا بتعمليها؟ طبعا بتتحسس معايا من الاجهزه ومن الابره، فبضطر ان انا بتعامل معاها بالراحه خالص، ما بضغطش بالابر جامد او بالاجهزه، على قد ما اقدر اطلع بس لو في رؤوس سوداء او في بذور بيضاء اي حاجه من الحاجات دي، بس بطلعها ما بضطرش ان انا اضغط عليها جامد، لانها بتتحسس وبتعمل علامات في قلب الوش. بتعمل التهابات جامده في قلب الوش. تمام. طب ازاي اخفي تجاعيد عين اللي تحت العين؟ بودره ولا لا؟ هي مش تجاعيد، هي اسمها هالات سوداء. تمام. الهالات السوداء دي انا بستخدم مصحح اورنج، وبحط عليه نوع الفاونديشن بتاعي عادي، وبحط عليه الكونسيلر وبثبت. خلاص هي كده راحت. واساسا التجاعيد اللي هي بتبقى ترهلات دي بيبقى بقى يعني الوش كبر وكده، فبتعمل ترهلات بسيطه كده. احنا بندريها عادي التجاعيد بالكونسيلر والباودر، لكن الهالات السوداء بالمصحح اللي هو الكوريكتنج. في فرق اكيد. طبعا الهالات السوداء لو انا حطيت طبقه بيضه عليها طبعا بتبقى سوداء خالص. لكن بصحح الاول، بوحد اللون اخليه يعني مقارب للون البشره، بحيث ان انا لما احط الفاونديشن ما يغيرش معايا او ما يعملش اي تكتلات او اي حاجه. بحط الاورنج وبعد كده الفاونديشن والكونسيلر وبثبت. طب لو الشفايف داكنه شويه او كده غامقه، بحط برده ممكن احط عليها كونسيلر لو هي مش غامقه قوي. لو فيها برده اي عيوب بقوم جايه حاطه عادي المصحح اللي هو الاورنج ده برده. اي عيوب في الوش بحط عليها المصحح ده. طب يعني لو عيني صغيره كده وعايزه اكبر عينيا شويه، طبعا بتغاضى عن الالوان السوداء اللي تبقى. تمام. في العين بحاول افتح، بحط ابيض، احط جليتر في كورنر العين من قدام، احاول اسحبها ما ضيقهاش، احاول على قد ما اقدر ان انا برضو اوسعها بالايلاينر. يعني ما بحطش الوان غامقه جوه، علشان الالوان الغامقه بتقفل العين. تمام. طب ازاي لو كانت المسكره بقى، ازاي استخدم مسكره مع لون بشره تكون فاتحه؟ يعني المسكره عامه احنا ما بنستخدمهاش كالوان. هي المسكره عندي يا اما سودا يا اما زرقاء. السودا بنثبت بيها مع الرموش، والزرقاء لو هي حاطه لوك ازرق وحابه تحط اللون الازرق بنحطه لها عادي. بس هي يعني مش مطلوبه. تمام. طب لو عايزه الطريقه المثاليه بقى لاضاءه الوجه، يعني انا شايفه في الصور لما كانت معروضه. أيوة. ما شاء الله طلتها جميله جدا. وانت عامله لها يعني طله تانية غير حاطه لها طبعا في اماكن الاضاءه عندي. النوز وتحت الشفايف والجبهه، وطبعا الخدود حاطه هايلايتر. طبعا الهايلايتر له الوان كتير، بحاول ان انا اقرب من درجه الشادو والروج اللي انا حطاها على الوش عشان يطلع بالطله دي. تمام.
طب عايزين يعني تعرفينا على الوجه اكتر، لو كانت مثلا صغيره هل بيبقى يعني، او الوش صغير؟ وشها صغير بضطر ان انا طبعا ما نحتش الخدود قوي، اعمل لها خدود لان هي ما فيش خالص. وبرده بحاول اكبر الشادو واوسع العين، اطلع بره العين عادي. وبرده رسمه الحواجب يعني بكبرها شويه بس مش قوي، عشان طبعا الجبهه عندها بتبقى صغيره. بس طب اهم حاجه بقى الحواجب، رسمه الحواجب. في ناس كتير ما بتعرفش عندنا بصراحه يعني رسمات حواجب كتير جدا. يعني انا عامه بستخدم باودر وبستخدم جل، بستخدم جل حواجب ميك اب فور ايفر. هل الجل ده حلو برضو؟ اه بصراحه جميل جدا. مع الـ مع الـ مع الباودر من قدام، وبنضف بالكونسيلر طبعا الحواجب بتطلع وهم. طب ايه افضل كريم اساسي انت ممكن تستخدميه على البشره؟ وهل فعلا بيفرق من كذا بشره؟ اه طبعا، يعني انا لما يكون عندي عروسه بستخدم لها حاجات كفرت بتاعها عاليه شويه، زي مثلا هدى بيوتي، زي ماك. لكن مثلا لو انا استعمال شخصي، انا عامه بستعمل لاجيرول او اماندا، حاجه خفيفه وفي نفس الوقت ما تبوظليش بشرتي. طب امتى دخلتي بقى يعني في عالم التجميل؟ لانك ما شاء الله يعني فاهمه في الموضوع قوي. انا بصراحه وانت صغيره يعني. انا عندي تقريبا 19 سنه، لسه هتم 20. ودراستك ايه يعني؟ عايزه اعرف. انا واخده تمريض خاص وخلصته ودخلت في المجال ده. بصراحه لما لقيت كله بيشجعني رحت اخدت الكورس، وفتحت حاجه على الضيق كده، وبعد كده فتحت بيوتي سنتر. والحمد لله، اللهم لك الحمد، الناس كلها بتشكر فيا وفي شغلي ومبسوطين، ويا رب يعني اقدر اساعدهم. كل ده طبعا يرجع للفضل لاهلي، اكتر يعني حد وقفوا جنبي مامتي وخالاتي وولاد خالاتي، والعيله كلها بصراحه مشجعاني جدا، وخاله وكلهم بصراحه واقفين جنبي. بيحييهم طبعا. اه هم كلهم طبعا، لما حد بيدعمك وبيقف جنبك وبيشجعك بتبقي ايوه لا انا عايزه اكمل. عايزه تنجحي. احنا اتشرفنا بيك النهارده. حبيبتي يا امير، والله انا اللي اتشرفت بيكوا جدا والله، ومبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده. نفسك بجد. تقولي حاجه قبل ما نختم؟ نفسي ابقى معاكم مره تانية، ونفسي ابقى ميك اب ارتست، يعني اشهر ميك اب ارتست في الدنيا كلها. ما دام عندك طموح وعندك حاجه كويسه تقدميها ان شاء الله باذن الله ربنا معاكي. يا رب. واتشرفنا بيك، وان شاء الله تبقى حلقات متواصله باذن الله. نورتيني وشرفتيني. الله يخليكي. الفقره خلصت بس لسه فقرات كتير مع بيت اميره، انتظروني. فاصل ونواصل.